السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقت اللي هو بعد الفجر، اللي هو وقت الشروق، ده أجمل الأوقات اللي أنا بحبها وبعشقها، لأن بيحصل لي فيها أنا عامة تجليات كتير جدا. هكلمكم دلوقتي عن مفهوم بسيط قوي. المفهوم ده اسمه مفهوم الاكتمال أو مفهوم الاحتياج. الاكتمال عكسه الاحتياج. في الكورس بتاع نعيم العلاقات أو الذكورة والأنوثة، الكورس ده أنا كنت بتكلم فيه عن لما بتجيلي مثلا أنثى أو زوجة تقولي يا دكتور أنا نفسي جوزي يقول لي كلمة حلوة، نفسي جوزي يخرجني ويفسحني ويعمل لي ويسوي لي أيا كان بقى المتطلبات اللي هي عايزاها، أو زوج مثلا يقولي نفسي زوجتي تحترمني أو تقدرني أو حتى تحس باللي أنا بعمله عشانهم. فالفكرة كلها إن لما باجي مثلا أتعامل مع زوج أو زوجة أو أنثى أو ذكر، وأول ما الاقيه بيقولي أنا نفسي يقولي أو أنا نفسي يعمل لي أو أنا نفسي يا دكتور ما يكلمش حد تاني أو أنا نفسي يا دكتور إن هو ما يخنيش أو نفسي يا دكتور إن هو يقدرني أو نفسي يا دكتور أو أعرف على طول إن عندها احتياج. بس احتياج لمين؟ احتياج لجوزها؟ خالص. احتياج لكلمة حلوة من جوزها؟ خالص. هي احتياج لقيمة ربنا جواها. القيمة لما البني آدم بيعيشها، أو القيمة لما البني آدم بيستمدها من المصدر الحقيقي اللي هو ربنا، اللي هو الصراط المستقيم، والله العظيم بتحصل لها اكتفاء تام. اكتفاء تام. الاكتفاء هنا بيحصل لما بيسد الاحتياج اللي جوه بقيمة ربنا جوانا. بيجيلي ناس كتير يا دكتور رحت عملت جلسات كتير، ورحت عملت حضرت كورسات كتير، ورحت عملت ندوات كتير، عملت كل حاجة، حتى ذكرت في الكورس في ناس بتوصل معهم الحال ان هم يروحوا اللي هو قلب الحبيب والحاجات دي كلها، بيروحوا يدفعوا فلوس كتير جدا في كورسات وفي ندوات وفي محاضرات، ويقعد يسمعوا فيديوز على اليوتيوب ويطبقوا، بس في حلقة مفقودة، في فولدر جوه ناقص. هو ده اللي انا متكلمة فيه في كورس الذكورة والأنوثة. فلو حد بقى دلوقتي عنده المشكلة دي، نفسي 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 ونفسه يسد الاحتياج ده، يعمل ايه؟ يدور على قيمة ربنا جواه. طب ازاي يا دكتور ادور على قيمة ربنا جوانا؟ في كورس الذكورة والأنوثة، في ناس ممكن تفتكر ان الكورس ده بقى ان انا اعرف ازاي اتعامل مع الطرف الاخر، في اجزاء زي ما قلت لكم علمية وعملية كتير وتمارين وكله، بس الاصل هو ان انا اشتغل على نفسي، اضبط نفسي، اضبط اموري، اقدر اسد الاحتياجات اللي جوايا بالقيمه. عامله تمرين مذهل، التمرين ده رائع. الكورس اصلا مش فيه تمرين واحد، ان شاء الله الكورس فيه 9 تمارين رهيبه، جلسات استرخاء. بصي انت بتخليكي مكتفيه اكتفاء تام. فنصيحه مني لكل حد بيسمعني دلوقتي، لو انت حاسه ان جواكي احتياج لفلوس، احتياج لزوج يقول لك كلمه حلوه، احتياج لوظيفة عشان تثبتي فيها نفسك وتبقي حاجة كده مقدرة، احتياج لشكلك قدام الناس، احتياج لانك تكوني جميلة وتحطي مش عارفة ايه وتبقي عاملة ازاي، لو عندك اي نوع من انواع الاحتياجات دي لازم تسديها. اسدها ازاي يا دكتور؟ بربنا. الكورس عبارة عن، انا بحس عمق 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 رهيب. كورس انا زي ما قلت لكم عملت فيه مجهود كبير، مش المجهود اللي هو الجسدي، المجهود الفكري، بطريقه جبت من اعماق 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 القران والديانات والحديث والعلم، جمعت حاجات كتير قوي. اللي هيمشي مع الكورس والله هيعيش من الممكنين في الارض، كل حاجه عايزها يوصلها. النصيحه اللي انا بقولها، ما تدوريش على سد احتياجاتك من بشر، روحي الرب البشر وسد احتياجاتك بيه. عرفي قيمتك الحقيقية، لأن اليوم اللي هتعرفي فيه قيمتك واللي هتسدي فيه القيم اللي جوه اللي ناقصة، والله هتحس انه ميلاد حقيقي ليكي، ولا ميلاد حقيقي ليك، تحس ان انت زي ما تكون عارفين البني آدم اللي ماشي مع الموج، الموج بيساعده ان يوصل للبر بأمان.
لكن البني آدم اللي عايش في احتياجاته من البشر والفلوس وي 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 بيبقى عايش عكس الموج، ماشي في عكس مع عكس الموج، بيقاوم ويتعب ويقع ويقوم ويجاهد ويقول لي أخرج من ده وأدخل في ده. خليك مع رب البشر وسيبك من البشر خالص، وسيبك من البشر خالص. وساعتها والله لما تكوني مكتفية كده بالقيم جواكي أو قيمة ربنا جواكي، الدنيا هتبقى معاكي حاجة تانية خالص. الكورس أنا متكلمة فيه ده نقطة، يعني النقطة دي نقطة في بحر اللي متقال في الكورس، وإزاي أضبط القيم اللي جوايا. خدي الكورس حتى لو تمنوا. البنات المعايا المساعدين اقترحوا موضوع إن هم يخلوا الكورس تقريبا تمنه متجزأ على دفعة أو دفعتين، في التخفيض لسه مستمر، أنا مديته يومين كمان. خدي الكورس، استعيني بالله. أقولك الحاجة حلوة، روحي اسألي ربنا تاخدي الكورس ولا لأ. أنا الكلمة دي دايما بقولها لأي حد بيجيلي. يعني إيه؟ أنا لما باجي أبدأ اخد اي حاجة جديدة، سواء كورس او محاضرة مش عارفة ايه، او ابدأ اجيب حاجة جديدة، لازم اسأل ربنا، يا رب هو الحاجة دي او الكورس ده او الحاجة دي هتنفعني فعلا، هتفيدني وتقويني. والله العظيم لو عملتي كده وسألتي ربنا، لو الكورس ده خير ليكي وهيغير حاجات فيكي كتير، وربنا هو اللي اعلى واعلم بيه، هتلاقي ربنا ييسر لك الفلوس وييسر لك الطرق وييسر لك السبل اللي تخليكي توصلي لي بشكل مذهل، بيسر يذهلك. اسألي ربنا وشوفي ربنا هيرشدك ازاي وييسر لك طريقك ازاي. يا رب ان شاء الله باذن الله الكورس ده يبقى بالنفع والخير واليسر والسلام ونور يدخل كده في قلبكم، عشان دي نيتي منه بإذن الله، وتوصلوا لأكتر ما انتوا عايزين بإذن الرحمن الرحيم. صباح النور مرة كمان. قبل ما اختم معاكم، بص الجمال ده، البط ده صديقي بقى، كل يوم أبقى موجودة ويفضل يتمشى جنبي كده وحواليا، بحبه جدا جدا جدا، بحس انه هو بيسبح ربنا في كل لحظة بجد والله. يعني لو تشوفوه هو بياكل من الأرض، واستحالة ياكل الحشائش اللي موجودة، استحالة، دايما ياكل من الأرض ينقي. أنا معرفش هو بياكل إيه، بس بحس إن كل حاجة في الدنيا بتسبح ربنا حواليا، سواء بط سواء زرع ورد، بحس إن كل حاجة، مش عارفة أقولها لكم إزاي، كل حاجة بتسبح ربنا فعلا بطريقة مختلفة. بحس إن العصافير بتسبح ربنا بشكل مختلف، أنا بحسها بس بقلبي. حبيت أفيدكم بس بالمعلومات البسيطة دي على الصبح كده، وصباح الخير مرة كمان. ترتاح زيادة لما تتكلم معها، وبنفس مطمئنة هتعيش في الدنيا جنة، هتلاقي روحك حنة في كل مرة تغيب عليك، وبنفس مطمئنة هتعيش في الدنيا جنة، هتلاقي روحك حنة في كل مرة تغيب عليك. محلى الكلام والفضفضة وانت مفيش بينك وبينه اي باب، والاحلى منه لما تدعي دعوة صعبة وفجأة تلقى استجاب. محلى الكلام والفضفضة وانت مفيش بينك وبينه اي باب، والاحلى منه لما تدعي دعوة صعبة وفجأة تلقاه استجاب. يا الله بنفس مطمئنة هتعيش في الدنيا
جنة هتلاقي روحك حنة في كل مرة تغيب عليك.